سيادة اللواء سعد مرجان، أنا عايز أسمع تعقيب من حضراتكم على كلمة العميد محمد حسين طنطاوي في هذا التوقيت. كان كمان كان عقيدا وقت الحرب، أيوه وكان وقت قائد كتير. يعني إلقاء هذه الكلمة بعد حرب أكتوبر، والحكاية عن البطولات والعمليات والكثير من السطور المضيئة في حرب أكتوبر وملحمة الحرب والسلام اللي نفذها الجيش المصري والشعب المصري، كل المصريين كانوا شركاء فيها. عايز تعقيب من حضرتك على ما سمعناه الآن. هو ده حل الجيش المصري وكل القوات، الجنود والضباط في هذا التوقيت، كل واحد في مكانه متمسك به بعد العبور، لا يمكن هيسيب الأرض إلا على جثته. ده هو ده حل المصري يعني، زي ما قلت لك، ولا يمكن كان حد هيقول يعني أكتر من كده. تعليق حضرتك سيادة اللواء سعيد نصر. هو الحقيقة يعني الكلام اللي بيقوله السيد العميد سعيد احنا حسينا بيه. أنا شفت في أول ما رحنا جبل مريم، بعد كده ما رحنا علشان التدخل بقى الأمريكي والثغرة حصلت وبتاع، أنا شفت ناس هناك معاها صور لضباط قفلت مزاغ الرشاشات بجسمها عشان القوارب تعدي الناحية التانية. يعني ممكن الجملة دي حضرتك تقولها تاني؟ ضابط أنا فاكر النقيب ده اسمه محسن، قالوا لنا يعني فاكره لغاية دلوقتي، قفلت مزاغل النقط القوية اللي هي الفتحات اللي بيبقى طالع منها الرشاش. المزاغل دي فتحة طالع فيها رشاش نص بوصة بتاعهم ده في كل النقاط القوية اللي كانت على بتاع، كان في قاعدة نقاط ما اتفجرتش لسه، ده كان مانع أي قوارب تعدي. الناس الموجة الأولانية من العبور كانت كلها قوارب مطاطية، فكان اي تدخل من الرشاشات في البتاع ده بيمنع هذه البتاع، بيؤثر جدا في الفرقه. وده كان اعتقد في الفرقه الثانيه او حاجه مصريه، عناصر من القوات المصريه عدى عايم سد الفتحات دي باجسادها، ده عدى عايم عشان ما يضربش بالرشاش عشان ما يتشافش في القوارب، يعني مش يقدر يرصده، وسد الفتحه دي علشان القوارب تعرف تعدي عشان يبطل فاعليه الرشاشات دي اللي هتستهدف. تاني لا يمكن هيقدر يخرج يشيل جثته من على المزغل، لان هو جوه الدشمه بتاعته ما بيطلعش، ما يقدرش يطلع. فعايز اقول ان على طوال المواجهه اللي هي 160 180 كيلو 180 كيلو هذه البطولات تمت. وانت علشان تطلع كل يعني اظن المعلومه دي مش سر ولا حاجه، 7 فرق يعدوا من الجيشين توقيت واحد، 80,000 جندي يعدوا في ليله، 7 فرق 3 و4 وعدوا هذه، وعشان يتمسكوا برؤوس الكباري دي. وبعدين انت خلاص نجحت نجاح باهر، فهتطور الهجوم عشان تتستولى على المضايق، والمضايق دي للي دارس سينا البوابة من أيام الهكسوس، البوابة الشرقية لمصر، من يسيطر عليها يسيطر على سينا كلها. لذلك يمكن أعجبني حاجة أو في فيلم الممر اللي انتوا هتزعوه باين أو حاجة زي كده، أنه في نقيب قال ازاي قرار يطلع في احدى يعني طبعا في قناه من القنوات فعلا فيها. يعني الفيلم في قرار بتاعته وتمت اذاعته على احدى القنوات طبعا الزميله، لانه طبعا يعني في مناسبه الاحتفالات والاحتفاء بذكرى نصر اكتوبر. في معلومه جميله جدا عجبتني، ان النقيب فيه كان اظن بيقوم بدوره في لوكس، لما جات الاوامر في 67 بالانسحاب لغرب القناه، حصل انهيار لضباط صغيره اللي دارسه لان القرار ده لان ازاي يطلع قرار زي كده، القرار يبقى بالتمسك بالمضايق مش للقناه، وصار ده حقيقه ضباط القوات المسلحه. استنكر القرار بتاع القياده العامه ليه؟ لانه دارس وقاري وعارف سينا. انا اتبسطت من الفيلم في حاجات كويسه قوي، الكلمه دي فعلا القرار ممكن يعمل ايه في كذا. فهو فعلا لو ساعتها في 67 القرار انسحب وتمسك بالمضايق، المنظر ده كان انتهى خالص في 67 دي، ولكن القرار لغرب القناه. من هنا يعني تقدر اشاروا الاخوه الاعزاء ب 67 ما حاربوش. انا ما كنتش في الجيش، انا كنت في الكليه لسه. فعلا ما حاربوش،
فعلا ما حاربش الجيش المصري. ادي نموذج النقيب ده، هو نموذج اللي كان الجيش. ايوه احنا تلقينا الضربه في 67 واحنا مش على اهبه الاستعداد، ما كناش هو بعد اذن حاله يقظه لحظه تلقي الضربه يعني. ده اقول معلومه معلومه يمكن تكون غايبه، هو كان في قرار باغلاق خليج العقبه من الرئيس الله يرحمه جمال عبد الناصر. القرار ده في حد ذاته ده اعلان حرب على الجانب الاسرائيلي. احنا قبليها بقى انا كنت في نشاط في شرم الشيخ، فانت اعلنت الحرب بدري والقوات جوه. يعني شوف شرم الشيخ احنا كنا فيها لما اصدروا قرار الانسحاب كل الناس رافضه، لدرجه انهم قالوا لنا لو ما انسحبتوش يعني اللي مش هنسحب هيتحاكم. فزي ما بيقول في حاجات قصة اللي هو سيد ما لا. وبعدين من اصعب القرارات في التنفيذ هو قرار الانسحاب، لانه ما فيش حاجه اسمها انسحاب. لا، الانسحاب بيبقى له اجراءات معقده جدا ومحتاجه سيطره قياده وسيطره حاسمه، لانه ما فيش حد ينسحب الا لو في حد بيغطيه. أي حتى ده له شكل بيتم بيه طبعاً، مش بشكل فوضوي او عشوائي، ده نوع من انواع لانه يسبب كوارث لو ده وعاده بيبقى الانسحاب بهدف، انا بنسحب عشان استدرج العدو ثم اهاجمه من اتجاهات اخرى. اما بالنسبه للكلام اللي قاله سياده المشير، هو كان خلاص العدو واخد قرار بانه هيعمل الثغره، وتصادف ان هذه الكتيبه في اتجاه العدو خلفها الدفرسوار، وكان لازم انه نظام الارض المحروقه هذه المنطقه يجب يعني يتم ان منع هذه التقدم حتى القوات الاسرائيليه بشكل، لانه دي الدفرسوار هي كان اقل عرض لقناه السويس في هذه المنطقه قبل مدخل البحيرات، تمثل بالنسبه للقوات الاسرائيليه انسب مكان، انسب او اسهل نقطه للعوده، زائد انه ده الحد ده الفاصل ما بين الجيشين. ودايما حتى في الجسم الانسان دايما المفاصل ضعيفه، فهو جاي في مفصل بين قوتين وعايز يدخل، لانه كمان خلف الكتيبه دي هو اضيق مكان في قناه السويس يقدر يعبره. قلت ده يستلزم سياسه الارض المحروقه، استخدام كل القوه الموجوده لدى قوتنا، كل ما تتخيله من اسلحه استخدم. وهنا احنا اللواء بتاعنا كان في كتيبه منه بتدعم الكتيبه 16، كتيبه مدفعيه بتدعم الكتيبه 16. اعتقد ان احنا الكتيبه دي ما رجعش منها تلتها، نتيجه لانه الامريكان بيزودوهم بصور معركه عنيفه جدا. الامريكان صوروا المعركه من اول يوم، هو اللي حدد المفاصل دي، هو اللي حدد الصور بتاعت الاقمار الصناعيه، هو اللي حدد. يعني مين اللي حدد التقليات دي؟ كانت لدى الجانب الامريكي مش الاسرائيلي، لان هو اختار هذا المكان زي ما بيقول سياده العميد اضيق مسافه، وعمل فيها كوبري ثابت بس يعني قاومناه لاقصى درجه مقاومه بما يعني لدينا من اسلحه، وقوات المظلات اللي هو 102 اشترك في هذه المعركه، ويعني والمجموعه 136 نمتلك في حرب اكتوبر جانب بقوه الولايات المتحده الامريكيه في صفنا، كما كان يدعم الجانب الاسرائيلي ويعاونه تكنولوجيا وبالذخائر وبالتسليح وبالتخطيط، امداد لوجستي بكل الاسلحه وامداد بالمعلومات، وده اهم. جولدا مير سافرت وقالت لهم اسرائيل بتضيع، دخلوا بكل ما يملكوه. يعني اكن احنا في وقت الرئيس السادات الله يرحمه قال لك انا ما بحاربش امريكا، التوقيت اللي قال فيه كده كانت امريكا داخله المعركه بكل قواتها، يعني بكل ما يعني، لكن كان ايماننا بالله سبحانه وتعالى واننا اصحاب حق، والجهد اللي بذل اللي حضراتكم اتكلمتوا عنه على مدار سنوات كان يفوق كل شيء، كل الحسابات في احد التوقيتات شارون قال ايه وهو في والكلام ده متسجل، قال له انا مش عارف اتحرك، قوات عزمي اللي قائد اللواء بتاعنا منعاني من التحرك فهرتد. كلمه القائد بتاعه قال له لا استمر، راح قافل الاجهزه، والكلام ده متسجل.